عندما يكون حلم العودة شاغلا لنفس الأديب يجد المنافي مشبعة برائحة الوطن التي تحمله على أشرعة الحنين إلى بحار الأدب، فيعبد بقوافي القصائد وأفكار النصوص دروب العودة ألما وأملا. أستاذنا الراحل رحمه الله تعالى الدكتور عدنان الدليمي، وجدته قبل أكثر من عقدين من الزمن قد كتب لوحة في بيته، كتب فيها جملة يقول: كيف بمن لا سبيل له إلى الأوطان ولا يستطيع الاستيطان؟ هذه الجملة تحمل معاني كثيرة ومعاني عميقة في قضية الحنين وقضية عدم القدرة على الاستيطان. ولأجل ذلك عقدت في اسطنبول الندوة الدولية الثالثة لأدب العودة إلى الوطن، الذي تناول التجربة العراقية والسورية والفلسطينية. كانت فلسطين يوما ما عنوانا لأدب العودة واللجوء، ثم تلتها بعد عقود مرة الشقيقة سوريا، ثم تبعها العراق، ثم أدركها اليمن، حتى أصبحنا كلنا في الهوى شرق كما يقال. المكتبات في المدينة المقدسة في مدينة القدس تعد واحدا من أهم تجليات هذه المكانة العظيمة للقدس، وواحدا من أهم تجليات الاهتمام بالثقافة في مدينة القدس والبناء الثقافي لطبيعة هذه المدينة، خاصة مع تعدد أنواع المكتبات في مدينة القدس على مر التاريخ الإسلامي. أدب الهجرة وأدب اللجوء، والأساتذة في هذه الجلسة أوراق بحثهم متعلقة باللاجئين والمهجرين من العراق. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني أدار الجلسة المخصصة للحديث عن أدب العودة العراقي، والتي تناولت قراءات نقدية وبحثية لمجموعة نصوص لأدباء عراقيين جسدوا ملامح التغريب عن الوطن وأثره في تشكيل الوعي الشعري وإثراء الحقل المعجمي القائم على دلالات الشقاء والعذاب والنضال السياسي والأدبي من أجل العودة. ما تطرحه الرواية النشوية العراقية الآن في هذه الفترة تطرح قضايا تصور الواقع العراقي، تتكلم عن الواقع العراقي ما بعد 2003 وما بعد 2014، العراق ما بين احتلالين والعراق ما بين خرابين. كيف قاربت الأنثى، كيف قاربت المرأة موضوعة الهجرة والبعد عن الوطن والحلم بالعودة إلى الوطن من جديد؟ ورقتي بعنوان التهجير في المسرح العراقي المعاصر بين حلم البقاء وإرهاصات العودة، وسوف أتجاوز كل المصطلحات التي تخص التهجير والنفي واللجوء. حلم عودة لا ينتهي غذته سنوات من التغريب عن النخل وشواطئ الرافدين، يحمله الأدباء العراقيون كغيرهم من أدباء المنطقة على أجنحة النصوص الأدبية التي شكلت ظاهرة أدب غربة أصبحت الآن قصرية جماعية تنطق بلسان الملايين.